والسؤال الأول يقول قبل السؤال الأول جهزوا تليفونات صح صحته لو بعد أي صحيح تقلانين من الفطور صح؟ أريد أسمع صح صحته لو بعدكم تعبانين لا هو يمكن مدى يسمعني أعلى صوتكم أرجع أسمعها صح صحنا هذا التمام زين أنت عندك مشكلة وياي مدى تسمعني؟ لا عاد يلا السؤال الأول يقول شو يقول؟ راح أغير شوية بالأسئلة هسه وياهم أخلي الأول بالأخير أوكي؟ السؤال الأول يقول ما هو اسم مرضعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام شنو اسمها؟ اللي يعرف إيدي. الإجابة يرفع إيده ويجيني تتفضلين عندي بس لو سمحتي ها ها أنا راح أجيك يلا مو مشكلة بالبداية مساء الخير اسم حضرتك؟ سجا سجا أريد صوتك أعلى سجا حليمة السعدية شو تقولين يا ديما؟ وجوابك صح مبروك يا سجا مبروك إلك هديتك مقدمة من أكرم بيوتي صالون قسيمة بقيمة $50 هاي أكرم بيوتي صالون مبروك إلك حاولوا هم يعني تستغلون تليفوناتكم لأن هي فرصة السؤال اللي نطرحه آه على جوجل يعني جوجلوا يلا السؤال الثاني شي يقول شي يقول يقول قامت الفنانة شادية بتقديم مسرحية واحدة شنو اسم المسرحية؟ ها يلا من يعرف الجواب؟ سمعت أنا شي قريب من أحد ها قامت الفنانة شادية بتقديم مسرحية واحدة فقط وهي كلش مشهورة سووا على أساسها مسلسل تفضل يمي لو سمحت خلينا نشوف يعني. سهلتها خلينا نشوف مرحبا اسم الكريم غدير 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 لازم دائما يكون صوته قوي غدير غدير عدل غدير شنو الإجابة؟ ريا وسكينة شو تقولين يا ديما؟ يعني أقول للي قال شو معرفني ريا وسكينة ما تعرفها؟ هي ريا وسكينة فإذا مبروك غدير مبروك إلك جائزتك مقدمة من ستوكهولم ليزر سنتر قسيمة بقيمة $50 يلا يلا السؤال الجاي يلا السؤال الثالث يقول شو يقول؟ لقب بأمير الشعراء من هو؟ أريد أشوف هاي الطاولة تليفوناتكم إيش تسوون بيها؟ عوف الحبتشيات مالتك أنت هسه شوية أجل لي موضوعها لا ها حبيبي عندك إجابة؟ أي تفضل يمي هلا بالسترة كاشخ اليوم جايني هيك أريدك الاسم؟ أنمار هلا أنمار شلون صحتك؟ الحمد لله من وين جاي؟ من بغداد على راسي أنمار من هو الشاعر الذي لقب بأمير الشعراء؟ ذكر شاكر السيار منو؟ شاكر السيار لا بعيد لا بعيد 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 شوية نتوسع ونتعمق وندخل على خارطة الوطن العربي شوية طيارة ثانية تفضل يا أمي تفضل طلعت جوجل وعرفته مرحبا بس أنا إذا أنتبه على شيء لحظة ما بيها جامات عارف عندك اليوم كاميرا يعني لابسها أنت؟ الاسم الكريم مصطفى عبد الجبار شلونك مصطفى؟ الحمد لله من وين جاي؟ من بغداد على راسي مصطفى شنو الإجابة؟ مشوق متأكد؟ خلاص؟ وجوابك صح الصح مبروك ومبروك إلك هديتك مقدمة عند مشجعين من بار رويال إيش وفريقه والله ها هديتك مقدمة من بار رويال هوتيل دعوة لشخصين على إفطار أو سحور مبروك إلك مبروك حبيبي سؤال رابع وأخير أعتقد إحنا نقدر نغير هذا السؤال لهم لأن شوي راح يكون صعب ولا شو تقولين هو أول لا واحد نخليه أول سؤال يلا. لأنه هم يروحون سياحة وواصلين لهذا المكان حتما فنسأله يلا أين يقع مزار ربامبويا أين يقع مزار ربان بويا تعال وين؟ لا لا بعيدة لا. تعال عندك جواب وين؟ لا لا
مزار مزار ربامبويا. مو بعيد. مو بعيد. ابدا مو بعيد. وين؟ وين؟ لا. أنا ما أعرف وش يقول هنا. يقول دهوك. أنا عبالي دا يريد يطلب له شاي قهوة. لا 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 لا. منو اللي قال شقلاوة؟ تعال. تفضل تعال تعال يمي تعال. أنت جيت وما حد يسلم. أيبار. أنا عنده مشجعين وجمهور. مرحبا. اسم الكريم. سيف مويه. سيوفي شنو الإجابة؟ شقلاوة. متأكد؟ والإجابة مالته؟ وجوابك صح. ألف مبروك إلك جائزتك من العلم. العلم فارمسي. فارمسي. ألف مبروك حبيبي. شكرا إلك. مبروك.